مقاومة الشعبية والجيش الوطني عملياتهم العسكرية نحو تحرير محافظة تعز بالكامل. بعد أن تمكنت المقاومة الشعبية من استعادة التبة السوداء والخلوة وموكنة، بدأت تمارس عملياتها العسكرية باتجاه خط الربيعي القريب من مصنع السمن والصابون الذي يظهر في الشاشة. الآن المقاومة الشعبية تتقدم باتجاه هذا المصنع، هي الآن تقطع خط إمداد ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد أن تمكنت بالأمس من السيطرة على تبة المنعم التي تطل أو هي استراتيجية وتطل على خط الربيعي. كما تشاهدون ميليشيا الحوثي والمخلوع تحاول العودة إليها بكافة الوسائل، استخدمت الهاون ومدافع الهاوزر وكافة أنواع الأسلحة لاستعادة هذه المنطقة، إلا أن رجال المقاومة صامدون وما زالوا في هذه المنطقة. لم نستطع ولم نتمكن من الدخول والوصول إلى هذه المنطقة بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيا صالح والحوثي في هذه المنطقة. عبد العزيز الذبحاني، من شباب تعز.